فسر لنا احمد عز، لماذا يتخيل بعض او يظن صدقا او هكذا يعني تهيئ اليه الامور ان النادي الاهلي ما بيقدمش كوره حلوه مع موسيماني وتحديدا في الفاينل؟ عز هيشرح ويفصل، اتفضل. فين طبعا انسى نهائي دوري ابطال افريقيا، ماشي، لان نهائي دوري ابطال افريقيا زي ما تامر كان بيقول حسبه تانية خالص، حسبه كمان ليها علاقه بالقلب وبالاعصاب وليها علاقه بان اللعيبه في عدد كبير منهم ما عاش اللحظات دي قبل كده، ما دخلش نهائي افريقي، وبالتالي لاسباب كتير زي ما كنا شرحنا في حلقه الفاينل هتلاقي ناس قررت ترتد للدفاع وناس قررت لا ترتد للدفاع علشان خاطر تكمل نفس الخطه، فحصل الاهتزاز ده. لكن من اول مباراه طلائع الجيش وطالع عند موسيماني تحدي كبير جدا، هو ده اللي عامل له مشكله قدام الناس في المباريات. هو ايه بقى؟ ان مفيش معسكر اعداد ومفيش مباريات وديه يدخل فيهم اللعيبه الجديده الكتير اللي جم النادي. الاهلي عمل تحرك موفق جدا في رايي فيما يخص انه عمل لنفسه دكه كويسه جدا باعاده اللاعبين المعارين. اللعيبة دي جزء كبير منهم المفترض أو يأمل موسيماني في استخدامه في التوليفة الأساسية، لكن بالتأكيد اللعيبة دي دخلت من الدار للنار، بتلعب في وسط فرقة دايرة بقالها فترة طويلة، وبالتالي هي لسه عندها صعوبات كتيرة. فالنتيجة إن الباترن بيتعمل، التكتيك بيتنفذ، بس اللاعب بيبصي غلط. فبتلاقي النتيجة إن باين قدام الناس إن فيها هرجلة في الملعب، لكن في الحقيقة هي هرجلة هتاخد وقتها وهتروح لما اللعيبة دي تدخل في القوام بشكل كويس. عايزين نتكلم عملي بقى ونسيب النظريات الفلسفية ونروح لطاهر محمد طاهر، ماشي. ده اللي هنثبت من خلاله الفكرة اللي أنا بقولها لك، إن طاهر دخوله في الفريق جيد، لكن بالتأكيد طاهر عنده بعض الحاجات اللي لسه محتاج يشتغل عليها، لأن ده المباراة يعني دي المرة الكاملة اللي بيلعب فيها مع الأهلي قليل. الأولى يعني واخد فيها من أول المباراة بالظبط. فتعالى نتفرج مثلا على بص التنفيذ بتاع التكتيك، الحاجات اللي متحفظينها. بص اولا طاهر عنده حرفنه كويسه، بس بص الباص، انما الحرفنه موجوده، فده اللي يطمن الجمهور ان طاهر جاي. بص هنا اللينك اب، الربط مع علي معلول، حصلت الرابطه، جري علي معلول بشكل ممتاز، الباص راح فين؟ راح بعيد. بس لو طاهر ظبط السنس بتاعه، الادرينالين بتاع اللعب الاهلي نزل شويه، الدنيا مشيت بشكل افضل، هتلاقي الفريق بيدور زي ما الناس متعوده. هنا مرة تانية عايزين نتفرج على تحرك طاهر محمد طاهر مع علي معلول. بص هنا علي معلول، معلش لو رجعت لي اللقطة دي بسرعة، طاهر محمد طاهر اتحرك بذكاء شديد جدا، انه دخل للقلب الاول، عمل تركة كويسة علشان يهرب من الرقابة، المساحة فضيت، قرى المساحة، عمل سبرنت ممتاز. الكرة دي لو طاهر محمد طاهر فورمة راكز واخد المود بتاع الفرقة هيروح يعمل منها حاجة، انما هو لسه هي دي النقطة اللي مخلية الشكل كده. طيب كان كابتن طارق العشري وهو بيتكلم كان بيقول للعيبه اضغط، بص هيقول روح روح روح، اضغط اضغط اضغط، هو عايز اللعيبه تضغط، اطلع 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 علشان اللعيبه تضغط على الاهلي بدري. فاستخدم موسيماني تكتيك كان واحد من رجاله طاهر محمد طاهر، وكان تكتيك جيد جدا، ان طاهر ساب مكانه على الوينج ودخل للقلب علشان هو اللي يضرب الضغط بتاع فريق طلائع الجيش، لكن لسه طاهر المكنه مش دايره، فعشان كده ظهرت المشاكل البسيطة اللي بينت للناس ان الكورة واقفة بتاعت الاهلي مش بتتنفس بشكل كويس. بص طاهر محمد طاهر مرة تانية دخل للقلب، وبص هنا تحرك ممتاز، ستوب ستوب معلش ارجع بيها خطوتين. لاعب الارتكاز بتاع طلائع الجيش كان ماسك مان تو مان مجدي قفشه، حلو، طاهر محمد طاهر دخل هو القلب وفضل يجري في القلب، فاللاعب اتكررت كتير يا عز جدا بالظبط كده، فال سابه ليه؟ هيروح لطاهر، فبقى مين الحر؟ مجدي قفشه. فاللعبه دي اتهندست بشكل كويس كتير ما بين طاهر وما بين مجدي قفشه، وكانت النتيجه ان الاهلي لو كان طاهر في الفورمه، في الفورمه الطبيعيه بتاعه طاهر، لما هيجيب الفورمه الطبيعيه بتاعته هيصنع فارق. فده اللي احنا بنتكلم عليه، ان لعيبه الاهلي الكتير اللي جت زي اكرم توفيق، محمد شريف، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر، اللعيبه دي لما هتدخل في الفورمه هتفرق معاها جدا. بص طاهر دخل للعمق، حصل ايه من ارتكاز طلائع الجيش؟ راح وراه. أيوة مين صح. اللي بقى فاضي؟ مجدي قفشه مره تانية. فده تاكتيك استخدمه موسيماني. الناس اللي بتقول ان احنا ما شفناش تاكتيك، في تاكتيك، بس الفكره ان طاهر لما كان بيستلم الكوره كانت بيحصل منه الايرور 404 ده. أيوة. اللي هو اللي انت عارف انه هيتحل بالوقت وهيتحل مع بص هنا مثلا عجبني قوي طاهر، معلش لو عدوها لي مره تانية، في الالتزام الدفاعي بتاعه.
احنا اتكلمنا عن مهارته وبانت كويس في لقطتين من المباراه، لسه محتاج شويه ظبط بس في التمريرات والتمريرات، الربط مع علي معلول والربط مع الجناح بتاعه ده طبيعي. انما بص في اللقطه دي مثلا طاهر والتزامه الدفاعي كويس جدا، كويس جدا جدا جدا. شاف اللعيبه زادت فبص جري علشان خاطر يعمل الواجب التامين الدفاعي ده، طاهر اللي راجع هو اللي هيقطع الكره مغطي كمان مع هاني اهو، ده اللي مكفر هاني اصلا واقف كويس وبيعمل الواجبات الدفاعيه. الحاجات دي اللي تطمني ان طاهر هيجي منه. لكن هي المشكله ان الوقت اللي هيحتاجه طاهر، محمد شريف، صلاح محسن عشان يخشوا اكرم توفيق، اكرم توفيق، ناصر ماهر، احمد ياسر ريان بيكم، المجموعه دي عشان هتدخل التوليفه لسه جديده فهتاخد وقت، وموسيماني لا يمتلك رفاهيه الوقت، ما عندوش لا معسكر اعداد ولا ماتشات وديه، فاضطر انه يقحم اللاعبين بتوعه دول في نهائي كاس مصر، هيضطر يقحمهم في بدايه الدوري الممتاز، هتضطر تتفرج على الاهلي بيهتز شويه بس لحد ما اللعيبه تاخد الفورمه، ووقتها هيكون الاهلي عنده جيش كامل من اللعيبه الجيده في ارض الملعب، ولن يكون فريقا لين العريكه. تامر عايز يقول حاجه بقاله كتير قوي ما مساش علينا، ما قالهاش بلاين العريكه، ما قلتهاش اصلا غير مره وكنا بنكلم الجمهور المغربي وانت ده ما صدق يعني ما صدق مسكها دي طلعت ترند في اليوم ده صح والله.